اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على الوطن تي في. بيع قلبك بيع قلبك، شوف الشاري مين، وجمل كتير كانت بتتقال، لكن اول مره الحزن يبقى له ثمن. يعني الحزن يتعمل للحزن اعلان جداد برضو، احنا وبنعمل كل حاجه جديده، لكن لما يبقى الحزن والترند والاعلان على فشل منتخب مصر لازم وقفه، لازم وقفه. لما يبقى لعيبه منتخب مصر بتعمل اعلان عن الاعتذار، الجماهير شافته انه مستفز جدا وزود الامور. المعلن بيدور على الحاجه اللي تفرقع، ملوش دعوه وقت الفرح وقت الحزن، هو عايز بوم بومينج خلاص هيعملها. وخلوا بالكم مش اعلان المياه الغازيه بس، كمان اعلان البطاطس كان محضر البديل وموجود على السوشيال ميديا. يلا يا رجاله جاهزين، لعيبه منتخب مصر يلا بينا نعمل اعلانين حلوين ونقول ربنا هيكرمنا، بس ممكن وانتوا ماشيين نتعثر. يبقى احنا عندنا ايه؟ بلان بي، اللي هي الخطه البديله، واللي هي كلام عن الحزن واعلان عن الغضب والاعتذار و و اسوأ حاجه في الدنيا لما يبقى لعيب كوره وبيجهز لفشله قبل نجاحه. اصعب حاجه في الدنيا لما يبقى لعيب بيلعب لمنتخب مصر وباصص على قيمة الإعلان مش على القيمة اللي هو ليه اللي هو بيعملها. يعني إيه؟ يعني عايز أقول جملة نفهمها كويس قوي. اللعب لمنتخب مصر تشريف قبل التكليف. اللعب لمنتخب مصر تشريف قبل التكليف. ما بتتحسبش إعلانات وما بتتحسبش هنقول للناس إيه وهنفرح إزاي ونعتذر إزاي. ما تحضرش الحاجة قبلها، أنت مش قدها. لكن عايز اقول لكم على حاجه مفارقه، شوفوا الاعلان اللي عملته اللعيبه لنفس شركه المياه الغازيه اللي مليان تفاؤل، ما تصدقوش، تحس ان اللعيبه بتمثل. اعلان بقى الاعتذار تحس ان اللعيبه هتتحسن. الاعلانات دي بتتعمل من بدري، بس انت كلاعب مش مضطر لده مهما كانت القيمه الماليه او مهما كانت الامور بتتحسب ازاي. وجهه نظري لو اللعيبه شافت الحالة اللي وصلنا لها ما كانوش قدروا يصوروا الإعلان ده، ولأن الإعلان ده متصور بدري جدا كل حاجة معمول حسابها. للأسف سقطة جديدة لعيب المنتخب المصري، للأسف بقى نظركم أو نظرة الناس ليكوا إن أنتوا بتدوروا على المادة فقط، بتدوروا على الإعلان بس قبل أي حاجة. عايزكم تشوفوا الإعلان أنتوا اللعيبة وتشوفوا كومنتات الناس كاتبه لكم ايه، يمكن تفوقوا من اللي انتوا فيه، يمكن تفوقوا من اللي انتوا فيه. اللي عملتوه صعب جدا والشكل اللي ظهرتوا بيه صعب جدا، لكن هي كره قدم فيها مكسب وخساره، ممكن نبقى مش موفقين ما بقاش في مشكله، بس انك تتاجر بعدم التوفيق هي دي المشكله، ويا رب تكونوا عرفتوا هي ايه المشكله.